شو بينقصنا نكون قديسين مثل ما رشد de quoi avons-nous besoin pour être des saints à l'exemple de Saint Charles? Spil Ab, Wal Ibn, Wal Ruh al-Qudus, Amin. إخوتي بهالأحد المبارك معينة فيها القديس العظيم ما شربه منصلي مع قلبه منصلي مع كل حياته للرب يسوع أهم شيء منصليه مش إنه ربنا يعطينا الصحة مهم بس مش هيدا الأهم شيء ولا ربنا يحمي عيالنا وبيوتنا بس هيدا حلو ومهم ولا ربنا بس مش أهم شيء ولا ربنا إنه يكون عم يشفي مرضانا وينجينا من الصعوبات مهم بس هيدا مش كل شيء مش أهم شيء شو الأهم شيء؟ نصلي تنكون قديسين هيدا أهم نقطة بالحياة وأهم طلب نطلبه من الرب قبل كل شيء قبل كل شيء ربنا يعطينا النعمة نكون قديسين هيدا أهم طلب يلي بيكتشف بحياته الشخصية إنه هيدا الطلب هو الأهم يمكن في ناس منكم مش مقتنعين بالشيء اللي عم بقوله بس يلي بيتوصل انه يقتنع بعمق اعماقه انه اهم طلب بحياتي قبل كل شيء قبل صحتي وقبل عقلاتي وقبل حياتي وقبل عائلتي وقبل كل شيء مع انه كلهم مهمين بس قبل كل هذا اللي بيقتنع انه اهم طلب انه اكون قديس هيدا الانسان وصل لمرحله اخوتي كثير كثير قريبه من الرب مثل ما وصل لمرشد هيدي بقلكم يا علامة علامة يا رب قبل كل شيء وقبل ما أطلب منه كل شيء كون قديس كون قديس واليوم إخوتي هدف هالوعظة رسخ فيكم هالقناعة القناعة الإيمانية الأساسية اللي كانت بقلبه لمرشد اللي كانت بقلب العذراء اللي كانت بقلب كل قديس كل رسول بقلبه ما في أقوى من هاي القناعة، ما في أقوى كون قديسين. مشان هيك إخوتي إذا بتريدوا اليوم فكروا معي ما تخافوا تكونوا قديسين. كلنا فينا نكون قديسين. هيك بتقول قديسة تيريزا تركيزو، أنت كمان فيك تكون قديس. وهيدي أساس. ما تخافوا تكونوا قديسين لأنه القديسة ما بتقشطك الفرح. بالعكس تعطيك فرح ما بيقلت والقداسة ما بتعشتك السلام بالعكس القداسة بتعطيك السلام ما بيخلص والقداسة ما بتخليك تعيش معتر بالعكس القداسة بتخليك تعيش غني بنعمة الله رائع القداسة إخوات اللي بيقتنع فيها أروع حياة بخضم الصعوبات بخضم المصايب على الصليب وين ما كنت بأي مصيبة حلت فيك مع نعمة القداسة وقناعة القداسة بتعيش كل آلامك وصعوباتك بفرح لا يوصف هاي دول القداسين إخواني هاو القداسين وصلوا ينتصروا على كل أمراضهم على موتهم على كل مصايبهم على كل التحديات على كل الاضطهادات وصلوا القديسين بخضم هالجهنم اللي عيشوه فيه على الارض يكونوا فرحين واحلى واسمى من كل هالدنيا يتحرروا من هالدنيا بس السؤال كيف بدك تكون قديس؟ هيدا كيف بدنا نكون قديسين يا ابونا؟ نحن معترين عندنا 100 شغله شغل اكلنا والعائلة 100 ضربة سخنة كيف بدنا نكون قديسين؟ ما بدنا نجيبها القداسة مشيتنا على الارض خطية مشيتنا على الارض خطية كيف بدك تصير قديسين يا ابونا؟ شو هالقصة عم تحكينا بشيء؟ قلتلنا يعني شيء مطرح نحن مطرح ثاني يا حبيبي ما تخمن انه القداسة انه شيء اف بيجي هيك شو مين نار شربة
منو ما شربل اخواتي؟ لك اصغر واحد فيكم متعلم قد ما شربل واكثر ومليون مره اكثر، وقد ما بطرس واكثر ومليون مره اكثر. كلكم هون خاصه الشباب موجودين هون، واحد كل واحد معه دكتوراه واثنين ماستر ومدري اللي كل واحد قديش عامل دروس وقالي كنتوا بعد حياتي، واحد دكتور واحد انسا واحد هندس. قصه كبيره انتوا يعني مرشرب ما كانش معه الا كتابين ثلاثه بايدي بالنسبه لي. واكثر كتاب واعظم كتاب هو الانجيل. بقى هيدا الاساس اخواتي. شو مخمنين بالعلم تبعكم بتصيروا قديسين؟ مش معناتها العلم مش مهم، رائع رائع، انا معي كذا علم، مش هيدا المشكل، مش هيدا المشكل. ولا ابضياتك ولا عضلاتك بتخلي كل سنه قديس، القداسه بتجي من عند بس انت اطلبها. اطلبها، افتح قلبك قل له بدي اكون قديس. هيدي اول نقطه مهمه بدي اقول لكم اياها. ما في انسان يكون قديس الا ما يفتح قلبه للرب يقول له يا رب اجعلني قديس. بدي نعمتك تكون قديس، حررني من كل شيء، بقلب شغلي، بقلب عائلتي، وين ما كنت، وين ما رحت، وين ما جيت، بدي اكون قديس. طلب التوسل، توسل بالدموع، اطلبوا هالشيء بالدموع تتكونوا قديسين، ترتاحوا. هيدي أول نقطة أساسية، القداسة مش منك، من فوق. مش منك، من فوق. اطلبوها، اطلبوها. ما تخافوا، ما تخافوا تطلبوها. نقطة تانية، القداسة من البيت، القداسة من البيت، من البي والأم، من شربل وكل القديسين عايشوا ببيوت رائعة، ببيوت فيها صلاة، ببيوت فيها بي وأم تنقل الصلاة للأولاد. مش بس يصير عمرهم، أبونا صار عمره 20 سنة بس يجي على الكنيسة، صار عمره 30 سنة بس يجي على الكنيسة، وغيره شو عم تعمل كنت كل الوقت أنت وياه؟ وين كنت أنت وياه يا ابنة؟ نجيلوا إخوتي البي والأم اللي عندهم ابن شاب بيصلي بإيده على وجهه. هيدا فخر، فخر للعائلة، فخر للبي، قداسة للابن وقداسة للبي. هيدي اطلبوا، هيدي اشكروا ربكم عليها. لأنه أنتوا عرفتوا كيف تنقلوا الإيمان لأولادكم، مثل ما نقل بي وأم مرشربل لأولاده، مثل ما نقل إخواله لما شابه كانوا حبسا نقلوا له نعمة، نعمة بتمرق بالبي والأم كمان. هي أول، أنا كل معزة بعرس بنبه العريسين وبقول لهم امبارح كان عندي عرس وهلا اني الاعراس ما الله اثبت بدكم، وهيدي نعمه والله يزيد. وبالعمادات كمان هلا عندنا عماده بعد الظهر، جمعه الماضي محمد اثنين اسم الله، صرت يعني كثير شغله رائعه بجماعتنا نحن هون الشرقيين. اخوتي اول شيء بقول لهم، اول مسؤوليه اولادكم بدهم يصيروا قديسين. ما تستحوا تصلوا معهم، ما تستحوا تصلوا بما تاكلوا، ما تستحوا تقروا انتوا وياهم الانجيل، ما تستحوا انتوا وياهم تقولوا حياه قديس، تحكوا عن حياه قديس قدامهم، هيك تقولوا لهم. ما تستحوا من هن وصغار يفوتوا بقلب الله، يفوتوا بقلب الله. هون هون القداسه. والنقطه الثالثه، مجهودك الشخصي. انت بدك تفتح انجيلك يا حبيبي، كيف بدك تعرف المسيح؟ كيف بدك تبني علاقة مع المسيح؟ هيك بتيجي من الشجرة أو بتيجي ما بعرف مين، بدك تفتح إنجيلك، بدك تفتح الإنجيل، حط عيونك بالإنجيل. ما شربه هالقديس العظيم عيونه بالإنجيل وعيونه بالقربان، عيونه بالإنجيل وعيونه بالقربان. هودي اثنين نبع القداسة لإخوتنا، إخوتي نبع بتعبينا من روحانية القديسين، من روحانية الكنيسة، من روحانية يسوع المسيح. هدف الكنيسة نتحد بهم. إخواتي ما تخلوا عيونكم تقرأ مليون كتاب ولا مرة عيونكم تلزق بالإنجيل عشان ما شفتوا، ولا تخلوا عيونكم تشوف مليون مشاهد بدري وين على الإنترنت وعلى ما بعرف شو، ولا مرة عيونكم كرسوها لشي نص ساعة، كرسوها تتطلعوا بهالأرباب. مرشربل كان يعبد الأرباب، يسجد أمام الأرباب، ما
الشربل كان كتابه المفضل هو الإنجيل. شو كيف منا سيد الدسين أخواتي؟ هيك هيك أكيد بالنعمة أكيد من بي وأمي، بس أكيد كمان أنا بدي قلبي، بدي أفتح قلبي، بدي أفتح قلبي لله. إذا بتريدوا إخواتي ما تخافوا، ربنا بيعطيك النعمة سيد الدس ربنا، بس أنت افتح قلبك شوي، افتح عيونك للكلمة، افتح عيونك للقربين، افتح عيونك على حياة هالقديسين العظماء اللي صاروا قديسين، وانت كبر حيلك وصير قديس. ما تخاف لك القديسة شو معناتها انه تصير ما بعرف شو كل شيء كامل وكل شيء فيك ما فيش ولا خطيه. القديسة طريق، طريق صوب الرب، طريق صعب ولكن طريق اكيد صوب الفرح والسلام. ما بعرف اذا انعتكم ربنا، اذا بعنا انعتكم ربنا بيعنعكم بعدين، بتركوا بترك له النعمه هو حسب ضل مش بخلص. شيخ فرانسيس aujourd'hui l'objectif fondamental de mon homélie aujourd'hui c'est de vous encourager de semer en vous la conviction de la foi que vous pouvez être des saints. Nous sommes tous, par la grâce du baptême et par la grâce de la parole de Dieu, par la grâce de l'Eucharistie, nous sommes tous appelés à être des saints. Et nous avons tout le pouvoir, toute la puissance divine en nous, afin que nous soyons vraiment des saints, que nous témoignons toujours de Jésus-Christ, de notre foi. Et c'est fondamental dans notre vie chrétienne. Il n'y a pas un baptisé qui ne cherche pas la sainteté. Il n'y a pas un baptisé qui ne cherche pas à témoigner de sa foi devant tout le monde. Il n'y a pas un baptisé qui cherche toujours et qui désire être saint dans sa vie. Il n'y a pas des baptisés de n'importe quoi. Il y a des baptisés qui consacrent toute leur vie en tant que père, en tant que maman, en tant que papa, en tant que prêtre, en tant que jeune, qui consacrent toute leur vie pour être des saints, pour être vraiment fidèles à la parole de Dieu. Bien sûr que la sainteté n'est pas quelque chose qui aboutit comme ça, nous serons des personnes parfaites, etc. C'est un chemin. C'est un chemin avec nos vulnérabilités, avec nos faiblesses, avec tout ce qui est en nous de péché aussi. La sainteté, c'est un chemin vers le Seigneur. N'ayez pas peur d'être des saints. Priez, priez et adorez le Saint-Évangile. Adorez l'Eucharistie comme a fait Saint-Jacques. Et vous serez des saints. Je suis sûr et certain. Mais ce qui nous manque, c'est la conviction personnelle, la conviction de la foi en nous. N'ayez pas peur. La sainteté est une source de joie, est une source de paix, est une source de prospérité, est une source de libération totale de toute difficulté de cette terre, de tout mal de cette terre. C'est un chemin vers le royaume de Dieu. La vie est éphémère, chers frères. La vie termine. Personne ne va être éternisé ici sur la terre. Notre éternité est dans le royaume des cieux. Travaillez bien. Œuvrez bien. Faites beaucoup de miséricorde dans cette vie. Et surtout, créez ce lien d'intimité et d'amour entre vous et le Saint-Évangile. Et je suis sûr et certain, je vous rassure, que vous serez des saints. S'il vous plaît, ayez cette conviction en vous. Que Dieu vous bénisse par l'intercession de Saint-Charles auprès de la Sainte Trinité. Que vous soyez des saintes et des saints, et que vous transmettez, que vous allez transmettre cette sainteté à vos enfants. Amen.